مواهب مختلفة وأنشطة لا بد من التعرف عليها عند الأبناء، ولا بد من رعاية تلك المواهب والاهتمام بها من خلال تشجيع الطفل ودعمه ماديا ومعنويا، وذلك من خلال دورات تدريبية لملء أوقات الفراغ بما هو مفيد، وذلك في فترات الصيف أو خلال العام الدراسي. ولقد كان للموسيقى دور كبير في صقل شخصية الأبناء وتنميتها، حيث تعمل على القضاء على بعض المظاهر السلبية كالخجل والانعزال وتحقيق عامل الترفيه، بالإضافة إلى دفع الطالب لإنجاز مهامه الدراسية. نوار حسن، طالب صف 11، مدرسة الغافقي. بحب أعزف على العود كتير، بحسه أهم شي بحياتي بعد الدراسة. طبعا يعني بحاول أنظم وقتي بين الدراسة والعود، عشان بحب وقت الفراغ عود، وقت مل من الدراسة خلي العود مثلا تسمع شي على العود، كمان بجدد لي كمان نشاطي هيك، فبرجع بحس أحسن على الدراسة. لا ما بحسه بياخد وقت من الدراسة، يعني انه مثلا بلا يعني الشغلات الفاضية بروح رفقاتي مثلا على النت ومدري شو، فبروح على الشي بفيدني بعدين. أنا مروان دريباتي، مشرف موسيقي على المعهد هون على البيت العربي للموسيقى، وبعلم مادة السولفيج الغنائي إضافة لآلة العود. دائما بنقول للأهالي هون مشان أولادهم إنه الموسيقى كعالم هي علم بسيط، لكن في بداية علم بعدين تتحول إلى فن، لكن التركيز الأساسي هو على ساعات التدريب. يعني بدأ تدريب مثل الرياضة، هي بشكل عام بدون تدريب ما بيصير عندنا مرونة، ما بيصير عندنا لياقة في العزف. هي من أساسيات الموضوع، من أساسيات تعلم الموسيقى هي التدريب على هلا نحن ببداية العام الدراسي،
في ناس كتير انه بيخافوا اذا توجهوا ابنائهم باتجاه تعليم على الالات الموسيقيه تعطلهم، فانت يعني في اني قلنا راي اخر انه لا، الموسيقى بتفرغ عن شحنات سلبيه لدى الاطفال. لا هو يعني نحن ببساطة باتباعنا لكل المناهج العالمية لمادة الموسيقى من الدول العريقة فيها مثل روسيا على سبيل المثال، مثل أوروبا، يعني هيدي ما نحكي نحن من 400 سنة كانت الموسيقى حاضرة عندهم في بلدانهم، يعني في حضارتهم، لذلك صار عندهم منهجية ومدارس. نحن عربيا ما فينا نقول عندنا كانت المنهجية إلا من كم سنة، يعني لا نقاس زمنيا، لذلك النتائج فينا ندرس نتائج شو أثرت ببلدانهم، ونحن منشان نستقرئ المستقبل شو بتأثر علينا. 100% الطفل المتعلم موسيقيا هو أقوى حضوريا في المجتمع، وهو أكثر فاعلي ومقدرة على تفريغ طاقاته. يعني نحن بالنتيجة بهمنا الطفل كيف فينا نوظف نشاطاته وإمكانياته بمسارات إيجابية في المجتمع وفي الأسرة وفي الشارع، وبالآخر يستفيد منه البلد كطاقة بشرية. عمليا أثبت أنه اللي يتعلموا موسيقى لا هن الأكثر فاعلية، اللي يتعلموا موسيقى هن أكثر تنظيما لأوقاتهم الدراسية. يعني مثلا نحن هون بالمعهد في بحدود 10 سنة من الطلاب دخلوا طب بشري، هي علامة نحن نفسنا منقولة للكل، أنه هي علامة فارقة أنه طالب موسيقى منقطع أثناء البكالوريا، وهيدي شهادة بتعرفي كيف الشغل عليها، انه دخلوا طب بشري. هي شغله كثير، هي فقط على صعيد الطلبه بالعمر هيدا، اذا هي ما بتعطل عن مدرسه، هي بالعكس تبوب. ثانيا مفهوم يعني انعكاس على الصعيد الدماغي لدى الطفل بتنشط كثير، هي علميا ما بدي خوض فيها، في الدكاتره فيتم بيعرفوا هيدا الشيء، تنشط خلايا الدماغ، تحرض الانسان على الفكر، لانه فيها هي تجريد الموسيقى، اضافه بتنشط الحاله التخيليه، التخيل عند الطفل، وهذا هو بحاجة الطفل. يعني بالنتيجة الطفل أو الدارس للموسيقى هذا كله إذا استبدنا نقنع المجتمع بالموضوع، هو بظن هذا من البديهيات، لكن الأهم من هذا كله بس تدخل الموسيقى إلى أي بيت هو إنجاز للمجتمع السوري، إنجاز للإنسان السوري بالنتيجة، أنه تحل الثقافة الفنية، تحل تعباية الوقت بدل لغة الضرب والقتال وإلى آخره. نحن أحوج شيء بظن بالفترة كمان لهيدي لثقافة الانتصار للحياة من خلال الفنون اللي ممكن نعلمها لأولادنا. اسمي زارة، طالبة بالمتفوقين بكالوريا علمي. أنا صار لي تقريبا 2 سنين بعزف بيانو، بس إنه متقطعين يعني. صحيح إنه طالب البكالوريا كثير بيكون مضغوط وهيك، بس إنه يعني ساعة مع البيانو بتنسيه كل شيء تعبه يعني. فأنا بتمنى ما حدا يوقفه يعني من شان أي سبب كان. أنا اسمي عبد الله عسكا، كمان طالب بكالوريا علمي. كمان صار لي بعزف 6 سنين. والله مقطعت البكالوريا. يعني بشوف انه خلص الواحد بيكمل انه ما لازم يقطع، لانه بيتسلى بوقت فراغه وبيملي وقته شوي اذا تعب من الدراسه وكذا. وتعد الموسيقى عاملا هاما لرفع سويه المتعلم، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعه الطفل الذي يحب اللعب والحركه والنشاط، وتجذبه الالحان والانغام. Thank you.
مسطر. انت ليش اخترت البيانو؟ مو صعب عليه؟ لا. كيف لقيت البيانو؟ مسلة وحلو. كم سنة لك عم تتدرب؟ 3 سنين. 3 سنين؟ تعطلك عن الدراسة هيك عزفك على البيانو؟ لا. كل يوم بتجي بتتدرب؟ ايه. كم ساعة؟ نص ساعة ساعة. بعدين بترجع على الدراسة؟ ايه. انت شاطر بالمدرسة؟ برافو عليك. مين عم بيشجعك أكتر شي على الموسيقى؟ ماما وبابا. ياسر دريباتي، يعني صاحب ومدير البيت العربي للموسيقى، الله يخليك. هلا بكل الأحوال أنا دائما بحكي مع الأهالي، طبعا بحكي كأب أولا، وكشخص أيضا عم يشتغل بمجال الفنون المسرح وكإدارة الموسيقى أيضا. أنا بشوف كل الأطفال قادرين على التعلم، وللأسف هناك سؤال هيك يتردد دائما من الأهالي، إنه شوف ابني موهوب أو غير موهوب. أنا حقيقة بشوف هذا السؤال كتير سؤال ما له بمحله، سؤال قاصر، لأنه يصعب اكتشاف موهبة الطفل لا بدرس ولا بدرسين ولا بأسبوع. هاي الموهبة تحتاج إلى تدريب طويل، تحتاج إلى ميران طويل، لكن القصة هي عند الأهل تماما. يعني أنا مطر وقت اللي دخل هون وتعلم البيانو، أنا ما بنتظر والله أنه هو موهوب أو غير موهوب، لا، أنا مهمتي أنه أعلمه، مهمتي أنه أمنحه فرصة للتعلم. الأطفال جميعا قادرين على التعلم. أنا بنصح دائما الأهالي بأنه يتيحوا لأولادهم فرصة للتعلم، بعدين عبر هذا التعلم نشوف نحن هذا الطفل موهوب أو غير موهوب. لكن بكل الأحوال كل الأطفال المتعلمين نحن مكسبهم ثقافة موسيقية، هي ثقافة، هي إلى دور بتربيتهم الأخلاقية، إلى دور بتنمية عالمهم الوجداني، تنمية روحهم. لذلك وقت منمنح الأطفال فرص التعلم فنحن بنصنع أطفال أقوياء. ومثل ما شفتي مطر يمكن مر بمراحل، هلا عم بحكي عنه كأحد أطفال البيت العربي أيضا. الأطفال بيمروا بمراحل، يمكن مروا بمراحل يحبوا فيها، ويمكن مروا بمراحل يخف حماسه للتعليم، لكن أعتقد بأن نحن هي مسؤوليتنا كأهل أنه يجب أن نمنح أطفالنا فرصة التعلم. ولقد تعددت الآلات الموسيقية وتنوعت لتكون ملاذاً لأبنائنا للعزف عليها وتنمية مواهبهم بما هو مفيد ومتميز. فهد وداع عازف درامز، اهلا وسهلا فيك. لاشرح لكم شغلك على السريع عن الآلة. هي الآلة بالحياة العامة شو بقول عنها، او بالموضوع العام بشكل عام، انه والله بيعزف جاز او بيعزف على الجاز. طبعا هي اخذت تسمية اسم جاز، ستايل موسيقى، نوع الجاز، الجاز موسيقى، اما الآلة اسمها درامز. بس موسيقى الجاز لما درجت مثل ما قلت لها شوي بإفريقيا وبلاد برا بأوروبا، يعني لما درجت هاي الموسيقى، فكتير كتير كتير من كتر ما عزفوا موسيقى الجاز عليها، فنسبة لاسم جاز صار يقولوا هذا عازف جاز. طبعا العازف يكون هو عازف درامز، لأنه الآلة اسمها درامز، بس الستايل أو الموسيقى جاز. في جاز، في الروك، في تانجو، في كتير أنواع موسيقى يعني. فهاي الآلة سميت تسمية الجاز ستايل، أما الآلة اسمها درامز. يعني لما تسأليني إلي شو بتعزف، أنا بقول لك أنا عازف درامز.
شو مختص؟ شو الستايل بتحبه؟ بقول لك جاز، بقول لك روك، بقول لك ميتال، بقول لك ديسكو، بقول لك اي نوع بيختار. حتى الموضوع الاهم انه فينك واحد فيه اي عازف يعزف عليها، ما بس الغربي والشرقي. كثير الطلاب حبوها. اولا قال حلوه، بتعبي شغل. اذا تلاحظي على المسرح مثلا بتلاقي مثلا 20 عازف في درامز. طبعا هي آلة كمالية لآلات الإيقاع، وآلة أساسية بالنسبة للغربي. إذا في آلات شرقي مثلا، إذا عم نحكي عن موضوع الشرقي، درامز، طبلة، كاتم، رق، مزهر، جيتار، بيس، هذا كله بيعطي زخم بالشغل. فبتلاقي أغلبية النجوم أو أغلبية الموسيقيين عم يشتغلوا بالحفلات في درامز على المسرح. ليش؟ في ضغط، في قوة، في بيس، في تعباية، فآلة بتعبي. حتى على مستوى الشرقي نفس الشيء. مثلا عم نشتغل رتم، انه والله ما بيشتغل عليها شكلها انه خبيط وكذا، لا بالعكس، فيني اشتغل لك بطريقه صاخبه، فيك تشتغليها بطريقه رواء السلوغيات. على مستوى رتم سريع مثلا عربي، اذا كان سريع شيء، اذا كان بطيء سلو يعني رايق بينشغل، فيني ضج عليها وفيني عمليه. يعني في شغل بالميتال وبالروك وبالهارد روك، في شغل صاخب عليها وفي شغل رايق سلو. يعني اذا مثلا بتلاقي كثير اغاني سلو مثلا، اذا بتلاحظي كثير حفلات او كثير مناسبات سلو ناعم، هو مش هو صوت الدرام. اعطيني مثال. مثلا نشتغل مثلا صعب، مثلا شغله صاخبه. هلا هذا شغله صاخبه، مثلا نشتغل سلو. شوف الفرق هون. هاي مستوى، مثلا مستوى غربي. اشتغل مثلا عربي. مثلا عربي، مثلا فيني اشتغل عربي صاخب، فيني اشتغل مثلا عربي رايق. لو فيك تسمعك غنية مثلا بتضح لك بين هون وبينهم. فالآلة اللي شغلة عليها ان كان غربي ستايل صاخب ولا ان كان عربي دبكات سريعة، بتبين واضحة وبتعطي صوت. ما انه ضجة كمان، ما في شيء اسمه ضجة، في اسمه شيء اسمه رتم عم يشغل رتم حلو، وبينشغل بطريقة سلو شغلات ناعمة ورايقة وحلوة. والموسيقى تفتح القلب على الشعور بالإيخاء الإنساني وتنمية روح الصداقة والمحبة، فكان من الضروري تلمس مواهب الأبناء الموسيقية وتوجيهها بالطرق الصحيحة. هي هاي تجربة جديدة للأطفال الصغار هلي من عمر 3 سنين وما فوق. هلا هن هدول أعمارهم تتراوح بين 3 سنين و5 سنين. هي الفكرة أنه نوصلها للأهل أنه ابنهم قدران يعمل شيء بهذا العمر، لأنه في كتير شريحة من الأهالي ما بيعرفوا قدرة ولادهم. بيقولوا لك لا، الولد ما بيقدر بهذا العمر يعزف. بس هي الفكرة واردة، وإذا الله راد، إذا الله راد، يعني ناويين نعمل لهم عرض لو معزوفات بسيطة كتير، نعمل لهم عرض يقدمون للأهالي إن شاء الله على عيد الميلاد بيكون. وبتكون هي رسالة من نوصلها للأهل إنه شوفوا أولادكم شو قدروا يعملوا. وأي إنسان عنده رغبة بقى ابنه يبعته للتعليم هون، يعني فكرة كتير حلوة. وحلو الطفل إنه يبدأ بسن صغير، لأنه كل ما كبر الولد هو بعمر صغير عجينة بإيده، بتشكليه كيف ما بدك، وقدران هو يختار الآلة اللي هو بيريدها. يعني بيحدد بده بيانو ولا جيتار ولا عود ولا درامز أو أي آلة تانية. بهذا العمر قدران أكثر من إنه وقت يكبر، وبيعطي أكثر، نتيجة أفضل. يعني بتجربي لهم على كل الآلات الموسيقية؟ هلا هون أنا رح أجرب لهم على البيانو، وبدي أشوف. هلا نحن اليوم أول درس لسه، بقى هدول الثلاثة مناح، لشوف الدرس الثاني هن بقى شو متذكرين، لحتى أعرف أنا بقى بأي طريق بدي أمشي معهم، وكيف بدي رد رجع لهم المعلومات شوي شوي لتترسخ عندهم لحتى يقدروا. وعلى طول من نعطيهم دافع. يعني هلأ قلت لهم نحنا من نعمل شغلة كتير حلوة، كل شيء من نخليها مفاجأة لحتى يشتغلوا. بدك تشجعيهم بهذا العمر، يعني مثل الولد الصغير، وقت بدك منه شغلة بدك تعطيه أكلة بونبوني هيك أشياء. حبيت البيانو؟ مين قال لك تتعلم بيانو؟ البابا. وانت حبيته؟ حابة تستمر على البيانو؟ لقيته صعب شيء؟ انت بالروضة؟ مدرسة. اي صف؟ اول. اي برافو عليك. انت شو اسمها؟ جاد. ليش انت هيك اخترت البيانو لحالك؟ مين اختار لك اياه؟ ابوي. ابوك؟ وانت حابة تتعلم البيانو؟ اي صف انت؟ اول.
وامان عم تتعطل على المدرسه؟ برافو عليك. انت شو اسمك انت؟ نهار. شو اسمك؟ نهار. نهار؟ حبيت البيانو؟ مو صعب؟ برافو عليك. هناك مواهب متعددة وأنشطة تعمل على بناء شخصية الأبناء بناء متكاملا من الجوانب المختلفة النفسية والاجتماعية والجسدية والعلمية مع مراعاة المراحل العمرية التي يمر بها الأطفال. لبنى الحكيم، خريج كلية التربية الرياضية، مدربة بنادي لياقة بدنية وكمان مدرب جمباز الأطفال. بنحكي هون يمكن هاي الصالة جديدة هي على الرقص على الموسيقى. هي الرقص الإيقاعي هو فكرة معروفة شوي، فنحن حبينا نجمع أكثر من نوع من أنواع الرياضة مع بعض، هدف المرونة بشكل عام وتوافق العضل العصبي أساسي فيها. يعني فنحن بنحاول نوصل الأطفال لمرحلة معينة من المرونة ونعمل لهم جملة حركية على موسيقى معينة ونقدم لهم إياهم. كانوا الأطفال بشكل عام بيجوا متفرقين، يعني ما بيجوا بنفس الوقت مع بعض كمجموعة واحدة، فنحن دائما في عنا 10 دقائق إحماء، بعدين عنا ربع ساعة تمارين مرونة عامة لكل الأجسام بتناسب الأعمار اللي قلنا عليها من 5 إلى 10 سنين أو 12 سنة، وعنا كمان تمارين ترفيهية شوي، بعدين بنصير نشد لهم تمارين معينة. ومثل ما حكينا كمان إنه في عنا أجسام قابلة لأنها تكمل، وفي أجسام ممكن بدها الشغل أكثر، فنحن هون بعدين بعد فترة معينة من التمرين نفصل بيناتهم بين الأشخاص القابلين يكملوا والأشخاص لسه بدهم شغل، ومنصير منركز أو منزيد التركيز على الأشخاص التمرين معهم